صباح النور والخيرات اخواتي الفضلايات نتمنى ان شاء الله بربي تكونوا بخير وتكونوا بصحه جيده يا رب اليوم باذن الله كاين بث مباشر على الساعه الواحده وخمسة وأربعون دقيقه يعني زوج قل الربع الموضوع نهار اليوم هو عبارة عن أسئلة وأجوبة لذلك حضروا أسئلتكم راني هنا باه نجاوب على الأسئلة اللي غادي تطرحوها ولا الاقتراحات ولا طلبات الخاصة بالشهر رمضان الفاضل ولا بالأيام العادية لذلك كونوا في الموعد وما تنساوش وإلى اللقاء إن شاء الله